تبدأ حياة البرزخ مجرد ما أن ينزل هذا الإنسان أو يموت، ويمر بخمسة أحوال. الأولى اسمها الضجعة، وهي فترة انتقال الروح، خروج الروح. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عاتي حديد. يرى الملائكة أمام عينيه، تستل الروح، ترتفع إلى السماء، ثم بعد ذلك تعود إلى جسده فيحمل على الأكتاف. والمؤمن كما ورد في الحديث الصحيح يقول: قدموني قدموني قدموني، لأنه سعيد بما هو مقبل عليه من حياة جميلة. رأى الملائكة بيض الوجوه ومعهم حنط الجنة وكفن الجنة، فعندها يكون سعيدا ويسعد بما هو قادم إليه. بعد ذلك تأتي المرحلة الثانية من مراحل البرزخ، وهي مرحلة الضمة، وهي ضمة شديدة على غير المؤمنين وضمة خفيفة على المؤمنين، لكن لا يسلم منها أحد. وقال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: لو سلم منها أحد لسلم منها سعد بن معاذ، وسعد هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن. هذه الضمة هي توطئة للمرحلة التي بعدها، لأن مرحلة ثقيلة جدا، وهي مرحلة نزول الملائكة. تنزل الملائكة فيجلسان هذا الإنسان، ثم بعد ذلك يسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنسان منقطع لا ذاكرة لديه إلا ما يذكره الله عز وجل. ولذلك المؤمن مباشرة: ربي الله، ديني الإسلام، نبي محمد، 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 يكررها، لأنه سعيد بأنه عرف الإجابة. عندها ننتقل إلى المرحلة التي بعدها، ما هي؟ وهذا في قبره، جالس في قبره، أو المرأة جالسة في قبرها، فجأة ينزل عليها أو عليه رجل أو امرأة، المهم شخص يؤنسه في قبره، فهذا ينظر إليه، فإن كان شكله جميل ومنظره حسن يقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، وريحك الطيبة، من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا قيامك، أنا ذكرك، أنا دعائك. فعندها يسعد ويفرح، ويلازمه هذا الذي شكل على شكل إنسان وهو عمله إلى أن تقوم الساعة. وإن كان عكس ذلك، نزل إليه رجل أو امرأة سيء الوجه، سيء الريح، كريه المنظر، كريه المعشر، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر. فيقول: أنا عملك السيء، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. المرحلة الخامسة وهي الأخيرة في مراحل البرزخ، أن العبد يقال له: انظر إذا كان من أهل الإيمان، انظر إلى شمالك، فينظر فإذا النار يحطم بعضها بعضا فيخاف، فيقال له: لا، هذا مقامك لو أنك عصيت الله. انظر إلى يمينك، فإذا نظر يرى الجنة، فيقال: هذا مقعدك لأنك أطعت الله. عندها يصيح: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. أما الآخر فإنه العكس، ينظر إلى يمينه فيرى الجنة فيفرح، يستبشر مع أنه رأى العمل ورأى ولم يجب على الأسئلة، لكن يقال له: هذا مقعدك لو أنك أطعت الله. لكن انظر إلى يسارك، فإذا نظر فإذا النار يأكل بعضها بعضا، فيصيح ويخاف، يقول: هذا مكانك لأنك عصيت الله. ثم بعد ذلك يقول: يا ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ لأنه عالم بما سيحدث له في المستقبل. هذه حياة البرزخ.